نظم حزب المستقلين الجدد بالدقهلية مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة نبرو بالدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الحزبية وحشد كبير من المواطنين. ويأتي المؤتمر ضمن مجموعة كبيرة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بالمحافظات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. لب الدعوة طبعا، وده نداء لواجب وطني، لابد ان احنا نسارع ولابد ان احنا نطرح رؤى الاحزاب، لان ليها دور مهم جدا في اقناع الناخب بانه يروح لصندوق الانتخاب وضرورة صوته واهميته، باعتبار ان حق الانتخاب ده حق دستوري وحق الترشيح ايضا حق دستوري طبقا لمواد الدستور في 87 و92. تحالف الاحزاب المصرية اللي هو بيضم في حدود 42 حزب، كان من أول الأحزاب اللي هي يمكن شاركت في الحملة الرسمية والتقت مع مسؤول الحملة المستشار محمود فوزي. منذ أن بدأت الدعاية الرسمية في هذا الشهر 9 نوفمبر، يمكن التحالف عقد حوالي 30 مؤتمر انتخابي في شتى معظم المحافظات، منهم النهاردة المؤتمر اللي احنا جايين النهاردة محافظة الدقهلية عشان نشارك فيه، عشان نعلن دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات اللي هي بدأها سيادته من 2014. دور الأحزاب هي يعني تبصير للشعب بأهمية توحيد الصف للشعب المصري كله، بحيث ان احنا في النهاية نصل لأهداف وبرنامج محطوطة تصل بينا في مصاف الدول المتقدمة بفضل الله رب العالمين. ما حصل من نهضة لمصر وإنجازات لمصر في خلال الفترة دي حقيقي ولا 50 سنة عشان تتم. طبعا دي أثارت حفيظة أعداء مصر اللي هم كل شوية يحطوا لنا عقبات. تحالف الأحزاب المصرية اللي بيضم 42 حزب نظم أكثر من 50 مؤتمر على مستوى محافظات مصر كلها في كل أنحاء مصر من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. الهدف منها كلها هي إرسال رسالة من داخل مصر إلى العالم كله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف على أرضية صلبة وحوالينه شعبه، وأن كل الشعب المصري مؤيد لكل خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني النهاردة المؤتمر في محافظة الدقهلية أحد المؤتمرات العشرة اللي قررتهم الهيئة الولاية للحزب واللجنة المؤسسة، 10 مؤتمرات جماهيرية حاشدة في مختلف المحافظات كجزء من خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اللي تم اتخاذ القرار من الهيئه العليا بدعمه والدعوه الى الترشح لفتره رئاسيه قادمه استكمالا لما تم على ارض مصر، سواء من استعاده هيبه الدوله، الحفاظ على الثوابت الوطنيه، المضي قدما نحو الجمهوريه الجديده. هذا الرجل اعاد للدوله هيبتين، عاوز اقول اعاد بناء مؤسسات الدوله وخاصه مؤسسه الشرطه اللي نالت منها الجماعات الارهابيه. هذا الرجل قال ان انا استلمت الدوله شبه دوله، ودي حقيقه، واحنا عشنا التاريخ ده، احنا عايشين دلوقتي في دوله مستقره امنه.